الخير. مسا وطن الأصوات الحلوة يلي للأسف مش أخذ حقها، لأنه ببلدنا رايح الصالح بظهر الطالح. ما بتقدري أيتها الفنانة الشاملة، والشاملة معناتها غنى ورقص وعرض أزياء ونحاس للبيع، ألومنيوم عتيق للبيع وبطاريات عتيقة للبيع. ما بتقدري تنتقدي الأصوات الهابطة يلي عم تطلع يومياً وتدافع عن الأغنية العربية يلي أنت أصلاً ما بتعرفي منها إلا مقام واحد، وهو مقام طال عمرك. إنه عم بتحاضري بالعفة، عفي عنا يا أهلا وسهلا فيكم بكوميكاس. نستقبل سوا بزقفة كتير كبيرة كوميكازيين يلي دايماً بيضحكونا، كوميكازيين لبنان، فادي شربل، أنطوانيت عقيقي، وريمون صليبا. أهلاً. بونسوار. أهلاً أهلاً. أيوه. أهلاً وسهلاً فيكم. أهلاً فيك يا رين. اليوم أنتم متحدين، وشو بحبكم بس تتحدوا ببعض، مش معقول. نحن على طول متحدين. بس اليوم متحدين بفريق واحد أنطوانيت. صحيح. عادةً بتقسموا شوي. صح، معك حق. مين الفريق يلي رح ينافسكن؟ اليوم في بوجنا فريق بومبا مكون من ممثلين نجوم يلي هن أول مرة بيكونوا كوميكازيين معنا بالبرنامج. نستقبل بزقفة كبيرة حبيب قلبي توني عيسى. كيفك؟ حبيب قلبي. وبنرجع عم نستقبل عصام مرنجي. سعاد كيفك؟ كيفك؟ وحبيبة قلبنا كلنا مريلو. هاي مريلو، شايفتك عم تطلع لهونيك، عم تطلع لهونيك لانه ريمون فادي راسكم لبوسه. يا ويلي يا ويلي شو طيبي. لحظة. نحن الليلة صحيح نحن جداد على الكوميكاز، لكن وكم من تلميذ فاق. برافو. فراسك هلا اوتشو. بس لحظة. لحظة، في شغلة أنا انتبهت لها. في شغلة يا فادي ويا ريمون انتبهت لها اليوم، إنه من أول ما بلش كوميكاز هي أول مرة. احذروا شو بيجيبوا، شابين طوال. هلا طول عمره البرنامج ملفوف. اليوم جزر، اليوم شابين طوال، صور من فوق من فوق. بس العمود المكسور. لحظة، طول ما بيعني شيء. لا بس احذري شو، مش بس طوال، شو وعذابة. حرام لك شغله، الدنيا مش بالطول. صح. لا حرمين كثير. خليني انا وفادي نقف فوق بعضنا اطول من الدنيا. نحن صورونا من تحت لانه بدك توقف. عصام وتوني. نعم. حاسين فيكم على هيك فريق؟ مش حاسين فيهم نحن اصلا. مش قاريينهم يعني، سوري. سوري. اكثر نقطة ضعف يلي بتخلي الانسان يوقع هو لما بيكون معتاد بنفسه زيادة عن اللزوم. صح. وواضح انه انتم هيك، هلا معنى مشان هيك انا تركتكم. بس ليه طلعتي فيي؟ عصام على كل حال، على كل حال انا وعصام بنقول شغلة، النا الشرف انه نوقف معكم هون. منكبر مع الكبار. يا ويلي. اهلا وسهلا فيكم. تفضلوا على محلاتكم. تفضلوا على محلاتكم حتى نبلش بالكومي زجل. يلا. جاهزين؟ Let's derbacating. يلا. 1 2 3 4. ولك اوف كل عرق
شو هالحنية بالظبط؟ والله كلها عرق. عم بتغدى علي يا بالقرعة هيدي. جاي الليل تغني تيغني وخلي الصبايا يجنوا. ايوه ورقصهن على فني وطوني ينعسهن فنو. وطوني ينعسهن فنو. اوكي. وطوني ينعسهن فنو. اوف 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 ريمون بصوت الهاوي ديني بشوف الويل لا. يا محلى صوت الواوي ساعة معش بنص الليل ويا معش بنص الليل ساعة معش بنص الليل اوف 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 هطوني ريتو ينبح هطوني هذا طويل العمود هطوني ريتو ينبح لانه فينا حركش قلبي غني وصوته صح والله نية للعطر اوف 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 يا خيي اوف والله اوف رد رد ما بدك يا خيي ليكو مين اللي عم يحكي ليكو ونفسه منا مصدومي مصدومي مغنى كانه عم يبكي يا محلى نواح البومي ويا محلى نواح البومي ويا محلى نواح البومي اف 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 بالآه بالآه نحن او هي اه اف 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 دايما عكسنا ايه لا تتمرجل يا عصام لا 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 تتمرجل يا عصام وحاجي بحالك تقشع لما تغني يا حرام كانك بلع شي ضفدع بلع شي ضفدع جاي على الضفادع زقفونا 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 الله 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 ده فيلم مصري اوف 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 كنت بعين الرماني شفت العالم هرباني سألتن قالوا أنتوانات بصوتها عملت أغاني بصوتها عملت أغاني بصوتها عملت أغاني أوف 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 مهما غنيت ونشاز وصوات تكسر الإزاز يلي بيهم على رنت بأنجوم الكوميكات بأنجوم الكوميكات بأنجوم الكوميكات بأنجوم الكوميكات الله يا ران الله الحمد لله سبحان اللي خلقك بعد البريك رح نشوف رفايل يلي مديون لجاره يلي فوق وما أدراكن من جاره يلي فوق لرفايل مشهد بموت من الضحك عم تتسألوا كيف بعرف شفتن شوي عم يتمرنوا خلينا نشوفهم بعد البريك فادي ريمو وأنطوانيت اجلك يا بربر سعدي دخيل اجلك بدي المصريات الليله لك ايه الليله شو بديهم بكره ما ملق. ما انا متدينهم من جارنا اللي فوق ايه جارنا اللي فوق منا اللي فوق ايه وهو زعيم عصابه وبنهار القصير بيقتل له 2-3 دخيل اجلك بربر بدك تدينني شويه مصاري بقى ترد لهم برجع بربر 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 يا بربر سكر يقصف عمرك أنا حمار أنا بغل أنا بهيم واحد بيتدين من زعيم عصابة
وشو ساكن فوقه؟ معقول؟ بعت لي مساج. شو؟ طفح الكيل. بيحكي بالنحو بتابع مكسيكي تاري. طفح الكيل. رح ابعت لك واحد يزبط لي حساباتي معك. واللي بيقول لك ايه بتعمله. وبنشوف اذا بنقتلك ايه يا ما لا. يا رب يدخلك شو بيعمل. انا كيف اتبين من واحد رئيس عصابه بلان كيف بدي اروح؟ الو 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 يا خيي. ايه نعم انا جاي على الحي حتى ابشر بالمحبه والاخوه. نعم جاي على البنايه 119 خصوصي. دلوني على واحد ازعر مرت اسمه رفايل. بدي رده بدي خليه يرتد. هيدا رفايل الله شال ايده منه. هو الشيطان بذاته رفايل شكلا ومضمونا. نعم وبدي اعلم الناس انه سلاح حرام. سلاح عم بيقتل الناس. لازم يتبرعوا بكل اعضائهم. لشو الاعضاء بعد ما يموت الانسان؟ ها لشو؟ طيب يا خيي هلا بخلص منه لرفايل وبحكيك. ربي يسامحك. مين؟ مين؟ وين بدي اتخبى؟ وين بدي اروح؟ كيف حالك؟ لا عادي هون كثير احم احم احم. مرحبا يا خيي رفايل. بأمرك. بيعرف اسمي. رحنا. بأمرك البيت بيتك. شو بدك يا أهلا وسهلا؟ عاملين مغلي بتاكل مغلي؟ بشكرك بشكرك يا رفايل. يا أهلا وسهلا شرفتونا شرفتونا ما كلفتونا. بشكرك أهلا أهلا أهلين أهلين أهلين. بشكرك. يلا. نعم بشكرك بشكرك. شكرا يا رفايل. أنا جاي لوصل لك رسالة. وصلت الرسالة. هلا قبل ما تفوت حضرتك بثانيتين قريت الرسالة. لك يا رفايل. نعم. أنا جاي من قبل يلي فوق. بعرف بعرف إنك جاي من قبل يلي فوق. ما أنا ما أنا أنا بعرف معلمك. آه معلمي؟ إيه نعم معلمك. مش أنت جاي من ال إيه أنا جاي من قبل يلي فوق. آه ولو ما لك يا رفايل. نعم أنا وسيط وأنت وسيط. أنا خاطي وأنت خاطي. إيه مزبوط. وأنت بهلي وأنا لا. مثل ما بدك. لك يا رفايل. أنا حقير وأنت أحقر. إيه أحقر بكثير أنا. أنا بشعر وأنت أقرع. إيه نعم. بس انتبه يا رفايل. لك اللي بيطلبوا منك لازم تنفذه. رح نفذ. دايما انت عم تبعد عنه. عم تهرب منه. ليش يا رفايل؟ ما 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 كنت ليش عم تهرب منه يا رفايل؟ هو شايفك. بعرف والله. ايش عاد؟ دايما نفذ اللي عم بيطلبوا منك. ايش تهرب؟ وين بدك تهرب؟ وين؟ وين بدك تهرب يا رفايل؟ منك رايح رايح. منك رايح رايح. ما انا بعرف بعرف شو بده مني بس مش عم بعرف كيف بدي ارضيه. انا بقول لك كيف بدك ترضيه بس تاخرت كثير. اي بعرف. هلا ما لك غير الصلاة يا رفايل. صلي لانه رايح رايح يا رفايل. ايش الاخرة؟ ايش الاخرة؟ دخيلك دخيلك اعطيني بعد شوية وقت. ما في وقت. نصوص وقت. تأخرت. بدك تصلي يا رفايل. ايه لك هيدي 100,000. شو 100,000؟ سيسر حالك فيها. 100,000 يا رفايل؟ عطعتيني ما بحق. مش عايز مصريتك يا رفايل. مش لك 100,000 اللي عم بعطيك. لمين هدي؟ هدي لا يلي فوق اعطيه اياها بركي بيرضى عنا شوي. يلي فوق؟ ايه بدك تعطيه 100,000 يلي فوق يا رفايل. يلي فوق ما بده مصرياتك يا كذاب. شو بده لك؟ بده قلبك. قلبي؟ إذا
بدك شو بده بقلب؟ انا عامل عمليتين قلب مفتوح، في رصاصه ثلاث رصاريص في بقلب، ثلاث رصاريص بده روحك يا رفيق. طلعت روحي، بده يطلعك على السما يا رفيق. بديش اطلع مش بكير. لا مش بكير، تاخر. منك رايح رايح، منك رايح 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 رفيق. شايف البحر شو كبير؟ ايه شايف. كبر البحر بحبك. حلو. شايف السما شو بعيدة؟ ايه بعد السما بحبك. وكبر البحر وبعد السما بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. راسك لبوجه. اهلا اهلا يا رفيق. رفيق؟ نعم. شايف هالسكينة؟ تعال هون تعال هون تعال هون. شايف هالسكينة؟ شايف هالسكينة رفيق؟ شايف هالسكينة؟ 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 شايف هذا السكين شو بيعملوا فيه؟ شو بيعملوا فيه؟ ياما قاتل في عالم هذا السكين، ياما ميت في ناس، ياما ذابحين في ناس ومشوهين في ناس هذا السكين يا رفيق. شايفوا هيدا؟ لك؟ شو بك يا رفيق؟ فيني نروح على التواليت؟ لا ما فيك تروح لمحل ابدا. بدك تحصر يا رفيق، احصر يا رفيق. اصلا انت رايح 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 رايح. لا شو؟ ما في لزوم، خسرناها. برافو عليك يا رفيق. رفيق؟ نعم. شايف هالفرد يا رفيق؟ ما معي نيوب. شايف هالفرد يا رفيق؟ انت شايف هالفرد يا رفيق؟ شو؟ انت شايف هالفرد يا رفيق؟ لا دخلك هيدا مش 7-14؟ هيدا 7-4. بتعرف قديش مقوصين في عالم؟ بتعرف قديش قتلين في عالم؟ بتعرف قديش قدحين في عالم هذا يا رفيق؟ قدحني فيه؟ لك يا رفيق، تعال هون. لك يا رفيق. نعم. انت الوقت ما بقى يفيدك. رايح رايح يا رفيق، رايح رايح. اعطيني وقت. ما في وقت. دغيلش لهك. ما في شيء بينفع غير الصلاة. صلي. ارحمني. صلي. ارحمني. صلي ولا ارحمني. اركع. اركع. ما ركيكي بيوجعوني. معلش هلا بعد شوي مش حدا بقى رح تحس بشيء اصلا. رايح رايح رفيق. اركع يا رفيق. اركع يا رفيق. اركع. يا رفيق. يا رفيق. يا رفيق. ارجع يا رفيق. ارجع يا خيي. صلي يا رفيق. صلي. صلي يا رفيق. علي ايدك. علي ايدك اعلى. انت خطيتك كثير كبيره يا رفيق. علي علي لفوق. لا حيصيروا بالصعب. ايه. علي بعد شلح. طلع بيلي فوق. وقال له بعتذر منك. بعتذر منك. ما بقى اهرب منك. بقى اهرب منك. كل شيء بدك مني انا بعطيك اياه. كل شيء بدك مني انا بعطيك اياه. انا خاطئ. انا خاطئ. ايه ما بقى بدي انا اهرب منك بحياتي. هيدي ما فهمتها. قولها. قولها. انا بقى اهرب منك بحياتي. قول له راسك لبوسه. راسك لبوسه. راسك لبوسه. اه يا رفيق. اه ايه يا رفيق. ليك نعم. اوعى تغلط بقى يا رفيق. لا مش هغلط. انت حاضر لتوهب اعضائك بعد الموت يا رفيق. لك بتعطيني شي 48 ساعة. ما فيش معك وقت، تأخرت كتير، منك رايح رايح، شو بدك تقول لأعضائك انت؟ إنه بتوهب قرعتك مثلا، وهب منخارك، وهب كرشك، وهبوا. انا خلي انا خليك سوا. نحن خلقنا سوا، منموت سوا. بدك تقتلني يلا خلصتي بهذا الحياة. انا قتلك يا رفيجي. اقتل. انا قتل. شو عم بيصير هون؟ حضرته جاي من قبل يلي فوق. انا جاي من قبل يلي فوق. ما انا كنت عند يلي فوق، بعدني نازله. كنت عند يلي فوق؟ ايه وقال لمسامحك. الله. ايه سمحني؟ ايه معلوم. حكيتي معه شخصيا؟ ولك معلوم معلوم.
بس شو يا رفاي عملت المستحيل المستحيل لحتى سامحك بالآخر سامحك بس قال هالمرة بتدفع له مصرياته على آخر ليرة فهمت؟ ولك يا رفاي للنحس نعم. إذا بعد بتدعس بالكازينو إيه إجريك بدي كسر لك ياهن التوبة والتايب ربنا التوبة انت ايه شو هذا كم تعمل هون يلا يلا درني يلا يلا مش قادر مش قادر عليك عجرية مش قادر كانت معه فا عم تحكي لا مش قادر عم تحكي معه صلى ساعة فا وانا هون وعلى اي اساس سامحني سامحك قال بس هالمرة بده افعال مش حكي بس وبدك تطلع لعنده اخر كل شهر شو بدك تطلع عندي يا رفاي تاخرت يا رفاي لا تروح انت بدك تطلع لعنده اخر كل شهر واذا بتخربط معه بتطلع وبتبطل تنزل لا يا رفاي لا, لا, لا اكيد لا 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 غلط ما بس بس لك عمي شو بك انت بعدك وعباد ما انا بحاجه بقى لك صار في خط مباشر نحن والمعلم تبعك يا خي مش قادر مش قادر قوم مش قادر انا بتيسرها انا وياه وانا بدفع له ديوناته ديون اي ديون لك ديون اللي متدينه منه من مين لك من جارنا اللي فوق اي جارك اللي فوق ما جار... اللي كنت عنده ايه اللي كانت عنده هي انا مدين منه مصاري انت مدين مصاري من جارك اللي فوق ايه شو لك شو بك انت مش جاي عنده انا جاي من عند جارك اللي قاعد فوق لك من وين جاي لك انا جاي من عند هذا اللي قاعد مش فوق فوق اللي فوق اللي فوق اللي قاعد فوق فوق اللي فوق الكل قاعد فوق انا جاي من قبل جمعيه الايمان والمحبه والتسامح انا جاي ردك عن الخطيئه يا اقرع أنا جاي حطك على الطريق الصحيح أنصحك بعدم استعمال السلاح لأنه بيأذي أنا جاي أنصحك توهب أعضائك يا رفايل لك حياتك رزنامة أيامك رزنامة دقائقك رزنامة في معي رزنامة شجع رزنامة عمول معروف 10,000 ليرة للحقيقة هذه رزنامة لا لا, لا 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 خلص جوناتنا بالأول ضبط لك شجع رزنامة رفيق قلت لي هيدا الفرد 714 ايه نعم في خرطوش ايه طبعا وهيدا شو هيدا بفوت هالقد بيطلع هالقد والله ايه ركع لا لا يا رفيق ركع لا 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 رفيق ركع رفيق 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 طول بالك يا صلي لا ما بدي صلي صلي ليالي فوق لا بدي صلي ليالي فوق لانه هيك هيك رايح الرايح لا يا رفيق لا يا رفيق بكرة بيبعت الله يا حياتي بيبعت الله وبكرة نشوف إن شاء الله بكرة بيبعت الله يا حياتي بيبعت الله رايح رايح على البريك لا لا بعد البريك رح نكون مع لوحة بقدموها ممثلين محترفين بفرجونا فيها الفن الهابط الهابط علينا بالعالم العربي واللي ما عم بخلينا نعرف صوت الفنان الحقيقي من صوت شخيرة كومي بريك وراجعين بعد في انا بس ما غني ليه انا ليه ما بدي غني قاعد شارد يومي بالبيت شو اللي عم بيغني احسن مني بعد في انا بس ما غنيت ليه انا ليه ما بدي غني قاعد شارد يومي بالبيت مش معقول الفنانين والمنتجين هالايام كيف صايرين ناس ما عندهم ديسيبلين ما بيحترموا الوقت هلا بيجوا على الموعد متاخرين بسالهم ليه تاخرتوا بقول لي ما انا فكرنا الموعد على الساعه 4 بس بتوقيت جرينتش شو هيك ويا هلو استاذ هلو يا صانع النجوم هلو يا صاروخ الفن يلي رح توصل فنانتنا للسما
رورو حبيبي شو بك سما وارض ونجومه شو مفكرني بالنازا؟ بعدين انت المنتج ما هيك؟ هيك ونص بس بعدك ما في مدير يا كبير راسك لب... مقتبسة شكرا 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 جايب لك فنانة جايب لك فنانة ايه بدها تكسر الارض الارض مش ناويين كسرها معلش مهضوم مهضوم استاذ كتير انت هيدي الفنانة اللي جايب لك اياها بدها تعمل بومل بومل منك شايف مثلها ولا سامع بحياتك بومل؟ ايه بومل شو؟ عليك البومل بومل 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 يعني يعني شو؟ كيف بدي اقول لك يعني بومل يعني هاي الضجة الضجة ايه بومينج بومينج يعني بومينج بومينج هي ذاتها ما بتفرق حبيبي طيب هيدي الفنانة شو بتغني مثلا؟ شعبي بلدي دبكة نواري شو؟ كل شيء بتغني كل شيء بتغني مشكل فستو عفوا بتغني طب شوف بس تطلع على المسرح انت وقفت بتوقف قدام العالم هيك وبتبلش تخلط الطربي شعبي لبناني تركي مصري دبكه موشحات يا ويلي شو موشحات روعه تفضل تفضل قلت لي بتغني موشحات طبعا موشحات شوف لما تطلع من صدرك تطلع من هون هيك انا بحبها هيدا انا كثير كثير حبيتها الصراحه حمسني كثير على الموضوع حبيبي وليه ما اجت معك على الاجتماع مين شخيره نه شخيره ما خبرتك يا استاذ هيدي شخيره لك هيدي اختها التوم لشخيره بس هيديك المعطره قامت سافرت قال هيدي شخيره معلم انا اكيد بالبلد هون بدها تعمل بهذا الدما شيء كثير قوي دما كثير قوي بكره يعني شو بكره دما معلمة دما هيدي المعموعة اللي احنا فيها هيدي دما التليفون الو بتاع فنان هيدي دما دما المجال مالو بس هدية راح عيط لك عيط لك عيط لك يا شخيرة الشخيرة الشيفال يا قمر انت المنتج انت يلي رح ترفع لي اياه بالعالي انت يلي رح بتنزل لي اياه الكليب الجديد بالاسواق أيوة. انت يلي رح تحط لي اياه لا سيدي بكل الاذاعات يس ثانكس حبيت استاذ هيك بس سيدي دموزيل ليه مش مقدمة على برامج هويت قبل مرة فشر هويت هيدي هويت هيدي 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 الخبرة بحد ذاتها اسألني إلي واضح واضح عنده خبرة كتير كبير بالمجال الفني بليز ما بحب أقول فن أنا كتير بحب أقول آرت أنا بدم الآرت بحب أقول آرت كتير أساساً البابا والماما بحبوا الآرت وإخواتي كلهم بحبوا الآرت نحن عائلة كلها آرت بآرت يعني استاذ بدك تقول انه هي الارت بيمشي بدمها انا كثير مبسوط انا كثير 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 مبسوط بوجودكم هون لانه جيتي على المطرح الميسر نحن شركه ارت برودكشن حبيت يعني نحن يعني نحن بالمختصر كل انواع الارت هون عندنا يا شو رح نبسط حلو حلو بس يا ريت بتفرجينا شيء شو بدك تشوف؟ تسمعينا صوتك استاذ بريل شوي استاذ اطلع فيه شوي صحيح صوته حلو كتير بس شخيرة عنده صدر رحب وبتتحمل كل الانتقادات واضح واضح كتير رحب وقفتك كتير حلو بدي خبرك شيء استاذ بعد وقفتها على المسرح وقفتها عملقة واضح الله عند حنجرة
عند حنجرة بس تقول الآه بتطلع من الزلعوم من آه. ايه 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 مان. مان. ايه شو؟ نسيت الخبر عن الشقة الداخلة. ايه؟ يعني عن قلبي ونفسيتي. يا حبيبي لك إذا الشقة الخارجي هيك في الداخلة. استاذ استاذ يعني نحن بنعتبر إنه فينا نمضي كونترا؟ أكيد بدنا نمضي كونترا لأني بدي إنتاج. أنا بمضي المنضي 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 ما في مشكلة يعني أبداً. نمضي ما لنا مشكلة بس أنا عندي تفصيل كتير صغير حابب يعني هو مش مهم كتير أبدا تفضل تفضل بس حابب اسمع صوتك استاذ استاذ صوتها رائع بس شخيرة عندها مشكلة صغيرة هي إنه بس تطلع على المسرح الرهبة بتخليها تتأتئ شوي شوي تتأتئ مش مهم مش مهم تأتئ عندها مقومات كتير حلوين يعني التأتئ ما راح يأثر كتير بس أنا مصر تسمعينا شي سمعك شي راح سمعك يلا يلا نكتب اسمك يا حبيبي على حول العتيق لا 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 لحظة 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 أروع من هيك؟ حبيبتي أول شي بيقولوا بكتب اسمك مش نكتب بكتب؟ هي أول مرة حدا بيقول لي إنه بيقولوا بكتب مع إنه قديه صار لي بالدوما بعد مايك لدوما لا ينزل حاج أنا بفضل مسيو يا ريت نسمع شي كلاسيكي 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 مص 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 بقى عشان انت عارف قلبي نسيت وجعني خلاص يعني صريحة عن جد عندها مقومات وبتعر منيح بس انه استاذ عندك عرب 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 بتعرب بس بدك تشتغل شوي على الكلمات استاذ لازم تعودها على الكلمات بس غير هيك بتجنن يعني يعني استاذ لحظه لحظه مش الحال لا مش الحال مش حال مش الحال انا ما عندي مشكله ايه طيب استاذ سؤال بس انه انا بما اني مدير اعمالها في اعرف بس انا بالنسبه للانتاج بالمية اذا بيطلع لي هيك كل عمل كل واحد ما عمل له اياه على سي دي انت بتاخذ 25% بالمية اكيد على كل عمل بتعمله بياخد 25% شكلك انت استاذ بتحب غير نوع من الارض بس معي ما رح يطلع لك ولا 1% رح يطلع لك هذا الشيء لبرا عصفور بالايد ولا واحد عشرة على الشجرة شكرا يا وائح باي اكلتي البيضة وتقشيرها بشا حياتي ونحن هلا شو بدنا نعمل؟ لك نحن بدنا نعمل تعرفي بدنا نروح ايه لوين؟ بدي احضر شيء انا وياكي عنجد؟ ايه لا من هون السورتي من هون اللي عنجد؟ بدنا نعمل تخت شرقي نسجل تخت شرقي على غنية كثير حلوة شو هي؟ فات ايوه ايوه فات يلا أيوة أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بالنبات فات أيوة أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا وهلأ منروح لوقفة قصيرة مثل تنورية شخيرة ومن بعدها بنصحكن أنه ما تروحوا لمطرح لأنه رح نشوف أنتوانيت بفقرة كومي نيوز
مساء الخير. اهلا. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بكومينيوز. اليوم تحديدا ما رح نقرا ولا خبر جديد ولا خبر جديد بالسياسة، لأنه التاريخ بعيد نفسه. بكفي نفرجيكم نسخة من جريدة عمرها 30 سنة، يعني في ناس عم يحضروا هلا ما كانوا بعد خلقوا، لا تعرفوا إنه بلبنان كان ورح يبقى مثل ما كان. تفضلوا. كلف سلام وغابت شروطه، جملات يقاطع والأسعد وتوني فرنجية يتحفظان وأبو حماد يعود للخارجية، يعني فرنجية جملات سلام الأسعد كلهم بعدهم زيتون، بس بدل أبو حماد صار في أبو جابرييل جبران باسيل. وبالسياسة المحلية أيضا، بعد شكوى عدد من المزارعين على كساد الموسم بالسوق المحلية، اتخذ وزير الزراعة الجديد قرارا بدمج وزارة الزراعة مع نقابة القهاوي وقرروا التالي. هذا كله ما بيصير. وموسم الخيار ماشي حاله. يا عين عليك. انا فكرت بالخيار قلت لازم الاقوا له صرفه، لان حرام يكسد موسم الخيار عنا. ايه عندك طريقه ل ايه بيتحوى بيحطوا سيجاره بيستعملوه مبسم. برافو مبسم. برافو. ايوه مبسم. لكن هيك بدل ما نجيب معسل على طعمات، عنا طعمات منا وفيها. ومن وزارة الزراعة إلى وزارة الداخلية، بعد ازدياد حوادث السير بلبنان أصدر وزير الداخلية قرار يقضي بمنع أب الموتوسيكلات ولا سيما لكل الأرانب. هذا ما بحياتهم بلطوه. وكذلك منع أب الكاميونات. وأكيد أكيد بدك تنفذ القانون. شو ما عارف حالك مع مين عم تحكي يا توني. وهون اجى الرد السريع من الوزير السابق وئام وهاب، يلي قال رح نزل صرميتي وقبة بالشارع، وهن مش عارفين حالهم مع مين عم يحكوا. حلو كتير، حلو كتير. واخيرا رح ننتقل لصفحه الاخبار الدوليه. عرفنا شو سبب الخلاف الايراني الامريكي. هالخلاف بلش من بعد ما دخل وزير الخارجيه الامريكيه الى احد الحمامات بايران وشاف هالشي. ايوه حلو. ايه على شي لحتين ثلاثه مزبوطين بس بفرانكلين. يعني بصراحة مع هيك ورقة تواليت بيستحلي الواحد يقضي نهاره بالحمام. وأكيد أكيد بالآخر تتسهل أموره. أما بصفحة المتفرقات، اعتمد ويتر بأحد المطاعم طريقة جديدة ليرتاح من رواد المطعم يلي بتشولوا راسه وبكتروا طلبات، وكان أسلوب ناجح جداً. شوفوا كيف. لحظة راجع. لحظة راجع. وبيقولوا ما عندنا ابداع. ايه والله. ولكل يلي بحبوا الاكل الصيني، مطعم فاكينج اطيب طعمه. انجوي يور تايم مع فاكينج. ومن صفحة المتفرقات للفن، بعد النجاح الساحق لبرنامج كتير سلبي وانتشار شخصياته بمختلف البلدان من الشاعر الأطرميزي، يا ويلك شو طيب. الله يا ويلك. وصولا لشقلوب يلي قرر الفنان الأفريقي مادو ودودو اعتماد طريقة لبسه الأنيقة. وشوفوا المقارنة. صراحة كلنا عم نفكر نعتمد طريقة لبسه. مادو ودودو قلتي ليه؟
ايه في مشكلة مع الاسم؟ لا حلو. مع التياب؟ روح. في مشكلة مع اي شيء؟ هيدا لازم ياخذوه على المطعم الصيني. هيدا بنطلون اب بخنق. هيدا بده عزيمة لو نيكر عليه. ميرسي وبنشوفكم الاسبوع الجاي. شكرا كتير كبير للجمهور الموجود معنا بالستوديو واللي ما وقف ضحك، وشكرا كتير كبير للجمهور الموجود ببيوتهم. ان شاء الله نكون ضحكناكم بالبيت مثل ما عم نضحك هون. بنهاية هالحلقة بشكر الكوميكازيين فادي شربل، ريمون صليبة، أكوانات عقيقي، عصام بريدي، توني عيسى، وماريلو. منشوفكن نهار الجمعة الجاية بنفس التوقيت. ما تنسوا انه منحبكن كتير. وهلأ رح نحط موسيقى لمدة دقيقة وبدنا نشوف اي فريق من الكوميكازيين رح يولع المسرح برأسه.